هذا الأخوات يا إخواني الأعزاء، هذا الكورنيش اللي جديد اللي فتحوه في غور فكان، وهذا الملعب مكان للرياضة للمشي وللدراجات. أنا أصور لكم بالليل ولكن الجو جميل، جايين في هذا اليوم يوم الثلاثاء 10/11/2020. شوف ما شاء الله البحر كيف. وهنا طبعا استغربت من أشجار ما شاء الله عليها، هي أشجار روسها مثل باينفلز مثل الناس. شوف أخرب لكم إياها، شجرة مثل الباينفلز. شوف ما شاء الله أشجار جميلة مزروعة قريب الشاطئ. هنا في خور فكان نحن في البيتش، والزرع الجميل، منظر الطبيعة الجميلة، البحر والبيتش والماونتن طبعا موجود. أوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، والناس تمشي هنا. ونحن بعد العشاء مشينا في المكان الجميل هذا. هاي صورة للأشجار اللي رويتها عنها، المكان الحلو والجميل اليوم في منطقة الفور فربكان، البيتش والممشى والبايكينج والأشجار والماونتينز ما شاء الله.